يا صباح الخير، احنا النهاردة في اسطبل عنتر او عزبة خير الله، ودي كانت واحدة من اخطر الاماكن زمان قبل التطوير. ودلوقتي هنشوف على ايدينا الشمال جبخانة محمد علي، وده تم بناؤه من اكثر من 200 سنة. ودلوقتي هنشوف فيديو قبل تطويره. الجبخانة عبارة عن مخزن كبير للبارود. اختار محمد علي المكان ده عشان كان مرتفع على جبل، وفي نفس الوقت ما كانش حد يقدر يطلع له لصعوبة الطلوع ليه. الجبخان على ايدنا اليمين والشمال، وده سور كان بيقف عليه الجنود، والمبنى اللي في النص ده كانت الجبخانة اللي كانوا بيصنعوا فيها البارود، وفي نفس الوقت مخزن البارود. تم بناء هذه الجبخانة بعد حريق المخزن الرئيسي في القلعة أكثر من مرة، وعشان احنا في مصنع البارود فكانت التبريد أو عمليات التبريد كانت بتحصل بخزانات مية تحت الأرض، وده شكل الخزان الرئيسي اللي تحت المية قبل التطوير. ودلوقتي هنشوف الفيديو بعد التطوير. وده دلوقتي بعد عمليات التطوير اللي حصلت، ودي الجبخانة، وده المكان اللي كان بيتصنع فيه البارود، وده من جوه أكتر من غرفة أو أكتر من مكان، ودي الغرف شكلها من جوه بالداخل هتبقى عاملة ازاي. كل الغرف دي عشان تحمي المكان الرئيسي اللي كان بيتصنع فيه البارود. دلوقتي احنا بداخل مصنع البارود، وكانوا بيعملوا عملية التبريد للبارود عشان ما يسخنش وما يحصلش اشتعال بالمية، ودي المكان اللي بتخزن فيه المية او خزانات المية، وهنشوفه دلوقتي من تحت بعد عملية التطوير. ده الخزان، وكانت الفتحات اللي فوق دي بتدخل انارة بس، وكانوا بيعرفوا منسوب المية من الخزان من الفتحة اللي موجودة، وده السلم اللي موجود اللي كان بيطلع الناس منه وتنظف خزان المية وتنزل تاني. ولو الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب. شكراً.